شباب شلونكم عيني؟ تعالوا خلي اراويكم قطع نوادر عمي ماركات قبل نبلش بالمقطع. هذا شي يسمونه شباب؟ انا دائما كل فتره وفتره توقع يمي ماركات. هاي الماركات، هذا تيدي محمد نعيم، استاذ محمد نعيم تيادي شباب. هاي الطيور تذكرني بايام الخير. طبعا بهذه الرامبوريات، الرامبوريات تحلها ذا، طبعا حد يدري تحلها الرامبوريات شباب. هاي الطيور تذكرني بايام الخير، بالزمن الفن النظيف. هاي الطيور ما شاء الله تجدوا بيجي يمي هذا البحر. شوفوا ما شاء الله شباب، شوفوا تبول على هاي الطيرة. لاني رس واحد شباب، رس واحد 10 ازواج ما عدا الرامبوري طبعا، بس طيور طيور يعني شباب ما شاء الله اللي رب تيدي لا يفوت لنا. نوبخانات ماكو والله، يعني هسه ذني زوج تزرقني نبخانة. هاي الطيرة جونسر تطبق لها هيجي فحل وطير انتاجهن. شوفوا ما شاء الله طيور اجسام ووقفة وجسم، جد يعجبني هيجي طير شباب. شوف بس حق بار، طبعا ذني البارحة اجني ما لحقت اصور طالع، فاليوم تفرغت لهن، اليوم تفرغت لهن لأن رس واحد شباب كل أخوات. هاي الطيور تختلف على هاي الطيور، هاي الطيور واحد، هاي السخيات، فخاف أحد يريد حمام شباب. هنا أكو ستياد سخيات، أكو جولدنات، أكو بانتيز زوجين، أكو علي ولا، وأكو هنا عندنا هذا محمد نعيم لأن 10 زواج. اللي يريد مثلا ياخذ هو في 3-4 ازواج والله يفوتن شباب. ذي الطيور كلش راقد، طيور كلش راقد، بس يمكن بيها طواير اكثر، يمكن طواير اكثر بيها. المشكله مكان ما عندي، كان صورت لكم بس مكان ما عندي، فهيك اليوم مجرد نزلناها لكم تشوفوهن. شوفوا شلون فحل هذا، فحلين ثلاث فحل هذا الجسم ما شاء الله، طيور كل اشراقي. هاي يا شباب، وهنا عندنا السخيات، شفتوها السخيات؟ ما ادري بعد ما شايفين هاي السخيات، بس المشكلة الطير ينظلم شباب، الطير ينظلم. طيور جسم واقفة بس يراد مكان الحين سيتي، يعني لا على تعيين ظهرية، مو وقت مقطع طبعا هو، بس شوفوا صعدت لقيت ذني طائرات، لقيت واحد طائر اللي هو هذا البانتيز، وطائرات وطارن اثنين الكوركمندر السود الفرخات، وطار واحد الاخ، فهسه 4 طائرات. الحين شوف من الاربعة شنو اللي راح ينزل شنو اللي راح يضيع. هذا البانتيز هذا والله ما ادري هو هذا، اي هذا البانتيز يمكن. أسهل إذن الأربعة قريبات، يعني قريبات مانتيز. إحنا عندنا طيرة وفحل، ذاك الفحل ماكو، هسه طيرة فحل ما طار. أريد أشوف ذني تاليتهن شنو، ذني اثنين الكوركمندر السود فوق، وهذا الأخ هذا الرابع حياته. شوفوه هذا الرابع، هذا البانتيز، هذا اللي هسه أربعتين فوق هاي. هذا البانتيز، بانتيز يحط لأن هو كان كلش عالي، فبدأ ينزل يعني فوق البيت معين. سبحان الله هذا الحمام السيليكوتي يعني بيه لازمة. هاي طار نزل راح يحط، ذاك الثاني اتصور راح يودي هذا البانتيز حط، هذا الثاني هياته
هذا البانتيز والله اللي مصبرنا على الطيور هو هذا البانتيز حار. هاي طائرة انا والله اني هاي طائرة انا مو بسطح اصلا شباب يعني انا ما ادري بها لقيتها طائرة. هاي الثاني هيات المفروض هذا ينزل يعني هذا صعد عليه عالية زينب فالمفروض هذا ينزل والكور كم اندر شوف وين صار ذاك واحد والاخ ما اعرف وين راح قريب بعيد ما ادري يعني اللي اقدر اسوي هني انه قاعد على صفحة هذا واحد من الكوكب من درجة هذا تيت نسل واشمر اكل هنا يقمز يعني ينزل يعني صعدن هذا شيء حط شوفوه هذا الكوكب من درجة هذا حط هذا صغير بقى ذاك اللاخ ذاك اللاخ شوفوا بالسما صاير زين هذا شلون تنزله يلا هاي مصبن عود بيصابون الجنح الله اكبر والله بعد هذا ما ادري وين راح شوفوا هذا الاخ ما ادري وين راح هاني المشكله شباب والله ليش ارد ابيع انضايج هاي البيتونه ما تخليني اطير طير هسه اللي راح لي غاد بعد ما افتهم منه شيء يعني بعد ما اقدر اني شلون انقل له يلا شلون يشوفني شلون يشوف البرج شغله والله تعب حيل التعب فهسه اختفى الطير هيك هسه اذا اريد انقل انا لمن انقل شلون انقل له لا هو يشوفني ولا انا اشوفه الله اكبر خليه يكمل اذان وارجع لكم شباب هذا الكور كمندر ولا مبين يريد ينزل هذا فرخ ثاني مطيار يمكن مو مشنقل فوق بعد ما اعرف شنو موضوعه بس اليوم يعني هسه وحده راحت هاي انتهينا من يم هاي خوش بطله والله هاي متندم على وحده ضاعت هذا شباب شوفوا البانتيز يعني من الطيور والله انا هسه انطفد نصيحه اللي طاب يربي جديد تيدي تجيب لك 10 زواج بانتيز وجيب لك 10 زواج تيادي درجة أولى تضربه في حل الذني على طوائر ذني وبالعكس طلع لك 20 فرخة 40 فرخة كراس تيدي على بانتيز مدومن والله كني تان جبت وجبة وأساني سبحانك رب شوف هسه هاي الوجبة بيها زوجين بانتيز غير أبقيهن لي ما أبقيهن والله هم أبيهن والله يا شباب ما ادري يعني صدق ما ادري يعني يعجز الكلام هاي خطيئة اليوم انتهت من الصبح طايرة نزلت بثلاثة يمكن ما اعرف هسه شعدنا احنا بعد عندنا هذا الكوركاميندا صعد فوق بس فوق البيت يعني هذاك وين هو هذا شوفوا هذا نفس الصنف من جماعة البانتيز هذا شوفوا يعني هم حمام سيليكوتي او هندي يعني مو من جماعه الجولدن وتيدي تفهموني هذا البانتي ذن طيره وفحل هاي الطيره هذا الفحل دي قارب هاي طيرتك بالله صارت محلقة البرتقاليه ذني ما يضيع عن شباب ذكاء طير ذكي ذكي بأسوأ الحالات يرجع لك بس احنا ليش نقول انطبوا بلا تيدي حتى ينطينا القوة همين وهذا هم قوي بس من الطبوب لتيدي بعد يتفرعن فد مرة دائما التيادي والهاي ينطبوا من على هاي الطيور أفضل أنا شباب الوضعية مو مستقرة يمي صراحة ما دا أعرف شريد هذا كون ينزل هسه ما يضيع والله هو فوق البيت يعني مال واحد هذا من يطير وظل فوق البيت هي شي يعني يضرب دواير فوق البيت يعني طير هذا يقول لك انا فاهم الدرس لا تهتم هسه ارد اطلع النوبه راح ياخرني امشي البات فوق ذاك الثاني راح ذاك انا من صار ورا مثلث برمودا عندي ورا البيتونه شي يروح هناك بعد انساه يروح يضيع هسه ارد عشين ارد احبسهن النوبه هذا صعد فوق
بس بدا ينزل والله شباب، بدا ينزل بدا ينزل شوي شوي بدا ينزل حياته هذا. الله اكبر. يلا راجع لكم شباب. طبعا نزلت طلعت بشغله هيك قريبه ورجعت. اباوع بالسماء لا قديمه يذكر ولا جديده يعاد، ماكو شيء. سامعين بالسماء الصافيه؟ هي مو سماء صافيه حلوه، لا سماء صافيه من الطيور، ما بيها طيور، طيور راحن. اثنينات ماكو ذني المطايه. لا اللي صعد وظل فوق انا وتأمننا قام يلعب دوائر فوق البيت، قلنا هذا نستبشر به خير. ولا اللي راح بشكاله المدنبس المصوبه المدنبس، هنا كل نفس كل ما يفيدنا. دابا وعسى ولعل، والله لا اكو لا عسى ولا لعل. فاحنا شو نسوي هسه؟ نوكل الطيور، لان هاي استبين ما وراها النتيجه. تعال يا عمي تعال تعال يكلي تعال ياخذ من ايدي ياخذ جازه. ما يفيد شباب. اخو هذا الكور كمندر اللي نزل، شوفوا هذا اخو اللي ضاع اللي ها صعد هذا اخو، قال لي والله تعذرني والله بجد ما اقدر. يعني قانون هو هذا بالتيدي. عمي يراد مكان، يراد مكان والله شباب. هاي ان شاء الله بالمستقبل واحد يرتب له برج. انا اتعجب شلون ثبتت هنا أنا الفرخات والصفن من عندهن، وقمنا نطير 38 كبار. هاي شغله عجيبه، هاي اللي ما تخطر على البال. كل ما ارجع هذا تانكي شوفوا شباب، ما حد عم علينا غير هذا التانكي 38 تيدي مع فرختين، يعني ثاني 36 جلدات وياهن فرختين من 36. شبقى عندنا ذن الاثنين الطيره وفحل عيني. ما يسولف ما يسولف اللي دي يصير ما يسولف. شو عنده ابو ذني عيني. ان شاء الله راح اجيب خانات بعد، هاي ما بيها مجال. راح اصفي هذا البرج هسه، راح ابيع يا شباب ذني اللي يريدن كلنا نبيع، عدا الصغار الكبار كلها طيره وفحل. بيها فد ما اعرف ان ايش قد، نص زواجات اكثر من نص، بين 10 زواج مبيضات كلها راح ابيعها. اللي يريد اخلي يجي ياخذها 25 زوج شلع بدون عمله بدون شوف. هاي الطيور عاد البانتيزات ما راح ابيعهن، واكو 5-6 جلدات ما راح ابيعهن، البقيه كلها تلف شيلوا عقب. عاد الفرخات المصبغه يمكن اكو هنا 6-7 فرخات ما لك علاقه بين، تاخذ لك تقريبا 20 زوج مايات او 25 زوج مايات. خوش طيور والله، اللي ياخذهن مو مثل حالتي يكون، كوني اللي ياخذهن مكانه حلو. هاي شغله، الشغله الثانيه يكون يا اما يقعدهن بخانات يا اما يشطلهن ويذبهن، يعني لا يطيرهن. نصيحه انه يفيدنا اذا مكانه حلو. وشوف هاي الوجبه مال التياد اللي اليوم جت، وعندي وجبه طبعا جايه هسه بالطريق شباب. طبيت على طير كلش راقي، صار اليومين متعارك انا وراعيها بيش ما بيش. يلا صفينا، هاي طيور راقيه فول امانه الله، هاي طيور تخبل بيها تياجي بيها اجسام. هذا ها شوف هاي الطيور شباب، هاي هيجي هاي هالكبرة تيدي تشفيد. شوفوا ذني الطيرتين اللي فوق، شوفوا صدر، شوفوا رقبة هالقدوتها، شوفوا والله شباب ذني الطيور يخبلن. انا بدي اعزل منه، انا بدي اصور لكم منهن، بس هسه بعد راح تجيني هاي الطيور الجاية فشوية يراد لها ترتيبات. طيور ما شاء الله فول الفول، لاني انا راح اعزل لي منهن فد يعني 4-5 زواج، وجاياتني هم راح اعزل منهن، والبقيه راح اطلعها لكم كلهن. يعني راح اسوي لي، شوفوا الشباب شو راح اسوي حتى يكونون بالصوره. كل شيء ابغى افضي فوق بالك، هذا مطيجه. ايش راح اسوي؟ راح اعزل قفص، انا عازل هناك قفصين،
راح اسيت بكل قفص 10 زواج، بس ما بقيهم بالقفص، لا راح اجيب خانات ونسيت بالخانات حتى ذني بعد ينضربه نسرقي. شلون فاروخان شفت الشباب الفاروخان طببت الخانات بعد ما وصلت يمهن خلاص ذني صار المال ما ابيعهن بعد. فنفس الحاله نجيب ذني نخليهن بالخانات، فد 10 خانات هنا، 10 خانات هنا، 20 خانه او هنا هم نقدر نثبت بيها، بحيث يبقى هذا البرج اللي نخلي بيه حبار نقدر نجيب لنا وجبه، وهذا البرج نخلي بيه فرخات. فهيجي ترتيب راح يكون لازم خانات شباب. اني كانت عندي 40 خانه تذكروها بعتن كلهن، فلازم هسه نجيب خانات. تريد تطير وتريد تنافس والسباقات وهاي لازم عندك خانات وعندك طيور عدد 30 40 زوج سيدهن وتبدي تطير من انتاجهن الا هيك. يلا ان ما شاء الله للامانه شباب ذن التيادي يعني ماكينه مال انتاج، هذا بس يمك يثبت ويزق له حلق واحد بعدها هي انتهت الحفله يظل بس ينتج. يوم الحصيله مال الضياع 3 الفيروز ضاع وضاعت ويا هاي مطخه مو مطخه هاي وضاع هذا الاسود كوركا من دار الفرخ. عيني شباب خلينا نعشي نحبس باكر نكمل لكم المقطع. طبعا شباب ما بين هذا الكوركمندر ماكو خلنا نطلعها وانا ما اريد احارش هين اشم اسمه الارثلية ما اريد احارش هين. ليش شباب خاف الزيرة تطير ما ادري طارت الزيرة لا والله دي جتي طبية من البرج جونسر هذا طار هذا هذا جلد طار اثنين جلدات. اهم شيء هاي عندنا ما تطير لان هاي اذا طارت تسوي لنا مشاكل. روح طبيب خواص روح روح طار هذين اثنين ذن على قد اليد يصعدن وينزلن يعني ما وراه يبات له هالامور هذا بيعمل عمل خير ما بات هسه يبات مثلاً البقية لا يطيرون. شباب هاي هم جولدنات اللي يريد خوش يطير جولدنات يريد دابوله هم مكو خوش يطير دابوله يعني ولا بيضات عندنا زوجين ما شاء الله هذا زوج مبيض الجوة وهذا الزوج هم مبيض المنطقة الحمراء هذا من هم بيضات الجولدنات هذا الفحل وطيرته هذا الفحل العالي وطيرته ما أعرف ليش طارت الزيرة طارت الزيرة هاي الزيرة احتمال لو تبيت اليوم لو تنزل متأخرة شغلتها تخوف هيك وقت الطير شباب من يطير تعذرني بعد جو بارد وحلو يصعد الطير يصعد